طفل عنده اسبوع، دكتور الاطفال طلب ايكو، لقى في الايكو في ثقب في القلب. يا نهار ابيض، ثقب في طفل عنده اسبوع؟ هل اي طفل عنده ثقب في القلب محتاج جراحه؟ مهم جدا نتكلم مع طبيب القلب ومع جراح القلب على احسن خطه علاج. جراحات قلب الاطفال جراحات معقده، ولكن وصلت نسب النجاح فيها لاكثر من 98%. طب ازاي هنعمل قلب مفتوح في طفل عنده اسبوع؟